نشرة الأخبار على إذاعة الحياة FM. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشرتنا الأخبارية، والبداية بالعناوين. تأجيل العودة الجامعية بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان، ووزارة التجارة تحجز مواد مدرسية وكميات من الخضر والغلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور معمر الحاجي لمفضل الأخبار زبير العياري أنه بمناسبة العودة المدرسية سيتم تنظيم حملة تلقيح للتلاميذ الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويأتي هذا الإجراء توقيا من فيروس كورونا. وأشار الحاجي إلى أن الحملة تنطلق اليوم غدا وتتواصل إلى غاية 9 سبتمبر الجاري. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي للمدير الجهوي للصحة بالقيروان معمر الحاجي لمفضل الأخبار زبير العياري. سيتم بمناسبة العودة المدرسية تنظيم حملة تلقيح خاصة بالأطفال ضد كوفيد 19 لفائدة الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة والذين يعانون من أمراض مزمنة تستوجب اتخاذ هذا الإجراء الوقائي، وذلك حسب توصية الطبيب المباشر. وتنظم هذه الحملة أيام 5، 6، 7، 8، و9 سبتمبر 2022، ويشار إلى أن هذه الحملة متاحة أيضا لكافة الأطفال بذات السن حسب رغبة الأولياء في ذلك. وتجدر الإشارة إلى توفر التلقيح الخاص بالأطفال ضد الكوفيد 19 في مراكز التلقيح القارة. يواجه نحو 400 طالب وطالبة بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان مصيرا مجهولا على خلفية قرار جامعة القيروان بتأجيل العودة الجامعية إلى موعد لاحق وإخلاء مقر المعهد، وذلك استنادا إلى تقرير خبير يؤكد أن هذه البناية أيلة للسقوط وأصبحت تمثل خطرا على الموظفين والطلبة. وأفاد عدد من طلبة المعهد في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنهم تفاجؤوا يوم 1 سبتمبر بقرار تأجيل العودة الجامعية على خلفية تقرير خبير يقضي بعدم صلاحية البناية للتدريس، ليجدوا أنفسهم في وضع حرج لا سيما وأنهم أجروا مقر السكن قريبا من المعهد ودفعوا مصاريف الكراء ولم يعد بإمكانهم التراجع، مطالبين بإيجاد حل جذري وفوري يمكنهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة على غرار زملائهم في باقي الجهات. قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية أمس السبت برفع 550 مخالفة اقتصادية في قطاعات منتجات الدواجن والخضر والمواد المدرسية والمواد الغذائية الأساسية، كما تم حجز 10580 كيلوغرام من الخضر والغلال و771 محفظة مدرسية وأكثر من 2000 علبة من معجون الطماطم. ويأتي ذلك على إثر سلسلة من عمليات المراقبة الاقتصادية شملت كل من ولايات القيروان ومنوبة ونابل وبنزرت وصفاقس وتوزر ومدينة بمشاركة فريق مراقبة مشتركة. في أخبار العالم، أعلن الجيش المصري أمس تنفيذ القوات البحرية مع نظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالية بمشاركة مدمرة صواريخ أمريكية بهدف مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على حرية الملاحة الدولية. وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ في بيان له إن القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية نفذت تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي دون تحديد مدته. كما أعلنت موريتانيا أمس السبت اكتمال 80% من مراحل إنشاء حقل غاز السلحفاة في المياه الإقليمية المشتركة مع السنغال. وقال وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام صالح إن نسبة الإنجاز في حقل الغاز المشترك بين بلاده والسنغال وصلت 80% وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية. وأشار الوزير إلى أن لدى بلاده حقول غاز رئيسية قيد التطوير أو الدراسة، بينها حقول خاصة إضافة لحقل الغاز المشترك مع السنغال. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تأجيل العودة الجامعية بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان، وزارة التجارة تحجز مواد مدرسية وكميات من الخضر والغلال. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة FM.